يقول المستمع بطي: حجينا العام الماضي من الكويت لكن لم نبقى في منى إلا يوم العيد واليوم الثاني، وأجرنا من يرمي عنا اليومين الباقيين، وسافرنا بعد الوداع طبعا، وننوي هذه السنة أن نعود لما ذكرنا، لكن في أنفسنا شيء مما صنعنا العام الماضي، فما حكم هذا العمل وهل نعود هذه؟ العمل الذي فعلوه ليس بصحيح ولا بجائز أيضا، فإن الواجب على المرء أن يبقى في منى بعد يوم العيد ليلة 11 وليلة 12 ويوم 12 إلى أن تزول الشمس فيرمي الجمرات، ثم إن شاء أنهى حجه وتعجل، وإن شاء بقي إلى اليوم 13 فرمى بعد الزوال ثم نزل. وكثير من العامة يظنون أن معنى قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يظنون أن يوم العيد داخل في هذين اليومين فيتعجل بعضهم في اليوم 11، وهذا ظن لا أصل له، فإن الله يقول واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين ويكون ذلك التعجل في اليوم 12 لأنه هو ثاني اليومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وأما ما فعله الأخ فإنه نعم يفعله بعض الناس أيضا ويتعجلون قبل اليومين، فمنهم من يوكل من يقضي عنه بقية حجه كما في هذا السؤال، ومنهم من يزعم بأنه يكفيه أن يذبح فدية عن المبيت وفدية عن الرمي ويخرج، وهذا أيضا ليس بصحيح، والفدية ليست بدلا عن ذلك على وجه التخيير بينها وبين هذه العبادات، وإنما هي أي الفدية جبر لما حصل من الخلل بترك هذه العبادات، فيكون فعلها جابرا لهذه السيئة التي فعلها وهي تركه لهذا الواجب، وليست أي هذه الفدية بديلا معادلا لفعل الواجب. إذن المهم أنه في العام المقبل الله يجب عليه أن يبقى في اليوم 11 وفي اليوم 12، وإذا رمى في اليوم 12 بعد الزوال فإن شاء تعجل ونزل وطاف للوداع ومشى، وإن شاء بقي إلى اليوم 13 ورمى بعد الزوال ثم نزل وطاف للوداع وسافر. إذن نقول يجب عليه أن يبقى يوم العيد وهو اليوم العاشر واليوم 11 واليوم 12، هذا واجب للبقاء، وإن أراد أن يتعجل في اليوم 13 في اليوم الثاني عشر فليتعجل بعد الرمي بعد الزوال. إذن الواجب عليه العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر الثاني عشر إلى الزوال إلى الزوال حتى تزول الشمس ويرمي.